مساء الخير يا شباب، انا هتكلم سريعا في حاجه معينه اللي كنا كتبنا عنها، هي الشموع اليابانيه. انا هنا عايز اتكلم عن الشموع اليابانيه وتاثيرها بشكل بسيط جدا جدا ومختصر. طيب، الشموع اليابانيه احنا عندنا شموع بتبقى عباره عن شموع استمراريه بتاكد الاتجاه، وعندنا شموع انعكاسيه، وعندنا شموع بتبقى انعكاسيه ولكن بتيجي في وقت في مكان ملوش معنى، فبالتالي بنتعامل معاها على انها مش موجوده. طيب، من كام يوم احنا شفنا على المؤشر ال30 شمعة انعكاسية قوية جدا جدا، وكانت بالنسبة لنا عملنا قلق، وكنا بننتظر اليوم اللي بعده، والحمد لله في اليوم اللي بعده تم إلغاء الشمعة واتأكدت لينا النظرة الإيجابية مرة أخرى. طيب، أنا إيه أهمية الشمعة الانعكاسية؟ الشمعة الانعكاسية لما بتيجي في منطقة عرض قوية جدا جدا ببص لحاجتين. أولا ببص أنا شغال على أنهي فريم، لو أنا الشمعة دي جاية على الفريم الويكلي اعتقد بحترمها وبحترمها بقوه لانها ممكن تكون عاكسه للاتجاه وبشكل واضح. لو لقيتها على الفريم الديلي بحترمها قوي قوي كمان، وببتدي اطلع على الفريم الويكلي واشوف هل الشمعه مؤثره على الفريم الاسبوعي ولا لا. فريمات اقل من الديلي ببتدي اتعامل معاها بحرص، ما بيبقاش ليها احترام قوي زي ما بشوف اطلع بقى بعد كده على الفريم الديلي وعلى الفريم الويكلي. يعني لو لقيت شمعه انعكاسيه على فريم الساعه هبص ليها بعين الاهتمام، بس طبعا مش هعملها باهتمام زي لو شفتها على فريم ديلي او على فريم ويكلي، لان على فريم ديلي او فريم ويكلي ممكن تكون عاكسه الاتجاه، خصوصا لو انا بتكلم في منطقه مهمه جدا جدا سواء كانت منطقه عرض او منطقه طلب مهمه جدا. شمعه الهامر كلنا عارفين شمعه الهامر لما اشوفها في منطقه طلب بالنسبه لي الشمعه دي مهمه جدا جدا، لكن لما بشوفها في منطقه عرض بتكون انعكاسيه او في منطقه عرض ولكن ما بتبقاش مهمه زي ما تكون موجوده في منطقه طلب، وده برضه بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. شمعه الشوتنج ستار اللي هي عكس شمعه الهامر، لو شفتها في منطقه طلب هي شمعه انعكاسيه ولكن ما بتكونش بنفس قوه لما اشوفها في منطقه عرض، تبقى في منطقه العرض تاثيرها اقوى وفعال اكتر. ده بالنسبه لاهم الشموع. في عندنا شمعه بتبقى مليانه كده وعنيفه وبتبقى قويه، ودي غالبا بتيجي بعد ما بشوف نموذج الفرسان الثلاثه او الغربان الثلاثه، أو لما بشوف شوتنج ستار وبشوف جنب منها شمعتين صغيرين بعد كده بلاقي شمعة عنيفة. دي بتبقى شمعة معبرة جدا جدا وتبقى بتأكد استمرار الاتجاه، لو أنا اتجاه إيجابي بتفضل مكملة، لو اتجاه سلبي بتفضل مكملة معايا في الاتجاه السلبي. فأعتقد الشمعة القوية دي ما أنا ما بشوفهاش مهمة بالنسبة لي قد ما ببص على الشمعات اللي زي الدوي أو شمعة الهامر أو الشوتنج ستار اللي هم اللي بشوفهم أهم شموع، لأن لو أنا شفت شمعة على سبيل المثال هامر في منطقة طلب وديلها كبير وده الأهم، الديل بتاعها يكون تلتين الشمعة، بتأكد لي فعلا إن أنا في منطقة قوية جدا جدا وممكن يحصل حركة انعكاسية. وهنا أنا بقول حركة انعكاسية مش تغير في الاتجاه، يعني ممكن أشهد حركة انعكاسية لو أنا كنت في ترند هابط، ممكن أشوف حركة تصحيحية قوية تديني ردة فعل لفوق، فلو انا محبوس ممكن اخد ردة الفعل دي كلها واخد باقل خسائر، او ممكن تكون انعكاس فمش هعرف انها انعكاس في الاتجاه الا لما يتشكل عندي نموذج انعكاسي، ولكن بتديني اشاره ان في قوه مشتري هنا. نفس الكلام مع الشوتنج ستار لما بشوفها في منطقه عرض قويه جدا مش ممكن دايما تكون عاكسه للاتجاه قد ما تكون ان هي بتقول لي خلي بالك ان احنا ممكن نشوف حركه تصحيحيه عنيفه، فخد بالك ان انت ممكن تشوف الشمعه دي وتقول خلاص انا هصبر شويه لحد ما اشوف تصحيحه حلوه وبعد كده ابتدي ادخل تاني، لو انا على ترند صاعد هيديني السهم فرصه ان انا اشتري مره اخرى. ده بمنتهى البساطه اهميه الشموع. اولا الشموع اداه مساعده، اداه مساعده، حطي دي تحت منها 100 خط، الشمعه اداه مساعده يعني بتساعدك انك تديك تفصيله صغيره لكن مش مهمه. لو انت بتتكلم على اتجاه صاعد وبتحلل بشكل كويس هي اداه مساعده تساعدك في قراءة الاتجاه، لكن لو لقيت الشمعة بتغير من وجهة نظرك في الاتجاه لا اركنها على جنب. يعني لو انا على ترند صاعد وعلى فريم ويكلي وبشوف شموع قوية جدا جدا وجات شمعة شوتنج ستار، لا انا مكمل لان الاتجاه قوي ولسه ما عملش حركة، لكن الشوتنج ستار بتقول لي ممكن يكون في تذبذب عرض بشوية لبناء مراكز جديدة شرائية. فده الفكرة بمنتهى البساطة. فالشمعة عاملة زي الترند لاين كلها ادوات مساعده ملهاش، يعني انا ممكن اكسر التريند لاين وافضل مكمل في الاتجاه الصاعد، بنشوفها كتير قوي التريند لاين بيتكسر، ولكن التريند نفسه لو اتكسر لا ده مش ده هو الاساس، لو التريند اتكسر لا
انا بتغير في الاتجاه. لو لقيت سايد واي استحاله اشتغل في السايد واي مع ترندات قد ما هكون بعتمد على الشموع ان هي تكون بتديني جدا جدا انها تسهل لي ان انا امتى اخش لو انا بتعامل في نموذج مثلث او مستطيل او اي سايد واي بشكل ما. ده الفكره كلها فكره الشموع. نقطه مهمه جدا كمان في الشموع الانعكاسيه في منطقه الشراء، مش شرط اشوف فوليوم قوي، لكن في الشموع الانعكاسيه لو انا على ترند صاعد وشفت شمعه انعكاسيه مهمه لازم اشوف عليها فوليوم قوي. يعني لو شمعه بيعيه وجايه لي في منطقه عرض، لازم الشمعه دي عشان تكون شمعه انعكاسيه ومهمه لازم تكون على فوليوم قوي. لو مش على فوليوم قوي كمان ممكن ما اخدهاش على محمل الجد، لكن لو شمعه انعكاسيه وجايه في منطقه عرض قويه، منطقه عرض مهمه وفوليوم بتاعها قوي، لا انا الشمعه دي خاف منها، والشمعه دي كانت عندنا يوم الاربع بعد الجلسه عشان كده كنا قلقانين منها على مؤشر ال 30. اظن ان لخصت الموضوع بشكل سريع في اقل من 6 دقائق. لو حد عنده سؤال اسمعه ومعاكم اتفضل. مساء الخير يا فندم، عامل ايه؟ بخير الحمد لله، اتفضل. هو انا بس كان عندي تعليق بخصوص الشمعه الشوتينج اللي كانت معموله لنا على الـ اكس 30 ايام ما كنا عند القمه ال 34000. هل تاثير الشمعه دي الشوتينج دي لسه مستمر لحد دلوقتي علينا؟ يعني احنا خرجنا من تاثيرها السلبي ولا لسه لحد دلوقتي هتبقى عامله لنا مشاكل في الصعود؟ بالرغم ان انا شايف ان احنا الشهر اللي بعده يعتبر كنا في التاثير، يعني تاثيرها ما عادش كتير. يعني هل تاثير الشمعه على الفريم الكبير زي الفريم الشهري وكده بيفضل ياثر؟ يعني هل هي تخوفنا ان ممكن تلاقينا في الصعود وهتكون مقاومات جسم الشمعه كله هيكون مقاومات لحد ما نخترق ال 34000 ونروح لاهداف ابعد، ولا مش هحترم الشمعه وخلاص بناء على ان الشهور اللي بعدها جت ايجابيه فخلاص تاثيرها خلاص اتلغى؟ احنا شمعه ال 34000 الشمعه اللي احنا هبطنا منها دي شمعه قويه جدا جدا، ولكن لو بصيت على الفورميشن نفسه على فريم ويكلي ده بيقول لك ده مش تغير في الاتجاه، ده نموذج تصحيح عادي جدا جدا لتكمله الاتجاه الصاعد. علشان كده ما كنتش قلقان دايما لو كنت بشوف، ولكن المقلق ان التصحيح جه اعنف من المتوقع. يعني انا ما كنتش شايف ان التصحيح ممكن ينزل كل هذا الصعود، وقلت ان احنا ممكن ناخد الامور بشكل عرضي خصوصا ان الموجه الخامسه كانت ممتده، ولكن مع تغيرات سعر الصرف والحاجات اللي حصلت ده اللي خلى نشوف تصحيح عنيف يوصل بينا لحد مستويات ال 23700 اللي احنا كمان ما لمسناهاش وطلعنا قبل منها شويه ب 24200. طبعا الشمعه دي شمعه قويه جدا، ولكن لو رحنا على فريم الويكلي مش هنلاقي شكلها واضح زي ما هي على الفريم الديلي، يعني حدتها على الفريم الويكلي اقل. ولكن المهم بالنسبه لنا لما بيكون عندي شمعه انعكاسيه بشكل قوي طبعا الغاء هذا بيكون ايجابي جدا جدا، ولكن احنا بقى في الوقت ده الشمعه عملت لنا حركه والحركه خلصت واحنا طالعين في حركه تانية صعوديه. يعني تاثير الشمعه خلص وتاثير الحركه كلها التصحيح خلصت، وده شفناه من عند مستويات ال 24 ل 24200 اللي بدا يصعد مشتري، وخصوصا كمان ان احنا المنطقه اللي نزلنا منها تاني مره اللي كانت عند 30000 كمان استقرينا فوقها. فاعتقد الشمعه تاثيرها خلص بالهبوط اللي حصل، واعتقد ان احنا حصل حركه انعكاسيه جديده من عند مستويات ال 24200 اللي عندها شموع كمان انعكاسيه. لو بصينا على فريم الديلي وعلى فريم الويكلي بتاكد ان في مشتري موجود. بس فانا شايف ان الشمعه ما عادش ليها تاثير، ولكن شمعه جيده جدا وبرضه بتشير للفكره اللي احنا بنتكلم عليها. ولو رحنا على فريم الديلي هنلاقي ان عليها فوليوم جبار. حد عنده سؤال تاني؟ تمام، شكرا. عفوا. بما ان محدش عايز يسال انا برضو عندي سؤال تاني بس ممكن بعد الاخ. يعني طب اوكي اتفضل يا استاذ احمد كمل اسئلتك، واستاذ احمد هيكمل بعد. استاذ احمد عبد العزيز اتفضل كمل. تمام شكرا. هو دلوقتي انا برضو بتكلم على الشموع اللي هي بتكون انعكاسيه زي الشوتينج مثلا اللي بتيجي عند قمه سهم مثلا عند القمه التاريخيه بتاعته، فبتظهر لي. يعني هل احترم الشمعه ديت لو كانت على الفريم الديلي، ولا يعني امتى اقول ان هي خلاص سلبيه وبتنتفي السلبيه بتاعتها؟ يعني انتظر كام جلسه عشان اقول ان هي سلبيه يعني واحترمها ولا لا؟ ولا بيكون ايه التصرف الامثل للتعامل معاها؟ يعني كمثال مثلا سهم اطلس، هو عامل نموذج فني اللي هو الكاب اند هاندل، وفي نفس الوقت جه عند القمه بتاعته اللي هو المفروض يعني يرتكز عليها وقام عامل لي شوتينج، فهل وقتها دي بتكون شمعه سلبيه؟ ولا يعني ابص على الفريم الاكبر اللي هو الكاب اند هاندل واتعامل معاه؟ ولا يعني ايه التصرف الامثل على الفريم الديلي مع الشمعه الشوتينج؟ طيب انا على الفريم الديلي لو شفت شوتينج ستار لازم اتعامل معاه باحترام، لان الفريم الديلي فريم قوي
الويكلي اقوى منه لكن الديلي فريم كول، فتتوقع ان يحصل حركه تصحيح. الشمع لو جايه بفوليوم عالي وفي منطقه عرض يتخاف منها، وده اللي انت بتتكلم عليه. الحركه اللي جت بعد منها لو شفت شمعه ماربوزو، اللي هي شمعه بتبقى كبيره كده وتخينه وبيعيه بامتياز، وتلاقي حجمها كبير، هيبتدي تقلق من السهم، وتبتدي بعد كده تقيم الحركه، هل الحركه تصحيحيه، وتشوف اقرب منطقه طلب للسهم. لو السهم كسرها اللي هي بتبقى غالبا مناطق عنق، تتوقع ان هيحصل تصحيح كبير. يعني بمعنى صح، الشمعه بتديك اشاره ان في تصحيح جاي، وبعد كده بتديك نموذج، انت بتقيم التصحيح بناء على النموذج اللي هيحصل. لو الشمعه ظهرت لك على فريم الديلي، بتبتدي تنزل على فريمات اصغر، هتبتدي يظهر لك نموذج على فريم الخمس دقائق وال 15 دقيقه، وتبتدي تتعامل معاه بالطريقه دي لحد ما تشوف اشاره ايجابيه، وبعد كده تبدا تطلع على الفريمات الكبيره. الاشارات الايجابيه اللي ظهرت على الفريمات الصغيره ظهرت على الفريمات الكبيره ولا لا؟ لكن قرارك بتاخده سواء شراء او بيع على الفريم الكبير، الويكلي ثم الديلي. ممكن نعتمد على الديلي لان كلنا بنشتغل اللي هو فترات متوسطه، ما بنشتغلش فترات طويله سنه واكتر، فدايما بنعتمد على الفريم الديلي. لكن هاخد قرار على الديلي، لكن هنزل على الفريمات الصغيره اشوف الاشارات السلبيه والاشارات الايجابيه اللي ممكن ابني وجهه نظر، بس اطلع اتاكد منها على الفريم الديلي. لو الاشارات الايجابيه لقيتها متاكده على الفريم الكبير انا معاها، لو لقيتها مش متاكده على الفريم الكبير هفضل محترم الفريم الكبير واحترم الترند العام بصفه عامه. وصلت الفكره ولا لسه؟ لا تمام ممتاز، شكرا. اتفضل. شكرا جزيلا. اتفضل يا استاذ احمد. ازي حضرتك يا دكتور، اخبارك ايه؟ بخير والله الحمد لله، اتفضل معاك. ربنا يخليك لينا يعني بصراحة، ونصائحك الجميلة بصراحة. بص دلوقتي مثلا في شموع زي الشمعة بتاعت العربية الأسمنت اللي هي مجننة الناس كلها دلوقتي. اعمل له تحديث السامي ده، انا مش عارف السامي ده اعمل ايه للناس، اعمل له هو تحديث أنا السامي جواه ده على اتركه فكرة، عليه. أنا جواه على فكرة. طيب لو انت جواه وبعيد عن وقت الخساره بتاعك، انت ايه اللي قلقك يعني؟ ما لا هو انا كده لما بصراحه السهم يقل شويه. انا كنت قلقان في الاول، وبعت في اول يعني 10 وشويه، 10 و75 وكده، وبعدين ما كنتش متخيل ان السهم هيجري بالشكل ده. فلما جه ابتدى لقيت الفوليوم بتاعه عالي جدا وشموعه بتاعته كبيره، فدخلت تاني وزودت تاني في 11 40 حاجه زي كده، وطلع جاب 12 80. انا قلت خلاص هو هيكسب 13 واستناه بقى طيب على 13 29. في قاعده مهمه جدا، احنا قلنا اتفضل. الترند صاعد الى ان يثبت العكس. السهم ما انا كسر لك الترند؟ ما لا كسرش. السهم الفوليوم بتاعه بيزيد، يعني كل مقاومات الاختراق والصعود موجوده، بتخرج ليه؟ ده السؤال اللي تساله لنفسك. هو انا بصراحه دي قله خبره طبعا، وبصراحه كان حابسني فتره طويله، وانت عارف ان الموضوع النفسي شويه بيبقى رخم، فانا كنت بطلع شويه بشويه. بس دلوقتي بصيت لقيت ان الفوليوم اللي حاصل مثلا في الثلاث شموع الكبار اللي هم اللي حصلوا دول، الترا هاي فوليوم ممكن يوصل للدبل من الصعود اللي هو البيك بتاعه. يعني البيك بتاعه كان تقريبا في شهر 2 وصل لحد 17 جنيه و90 قرش. الفوليوم اللي عمله في الاربع شماعات او الخمس شماعات اللي طلع بيهم للبيك ده تقريبا نص حجم الفوليوم اللي حصل في الثلاث ايام اللي فاتوا. يعني الفوليوم الناحيه دي المره دي كبير جدا. وده بيأكد ان في طلب على القطاع، وما زال القطاع في سيوله داخلاله، وده اللي بيعزز ان السهم يصعد. بلاش نتكلم طيب عن السهم بالبق كده، وخلينا نعمل له تحديث ونوضح نقاط القوه بتاعته ونقاط الضعف، عشان بحيث ان هو يبقى مفيد اكتر وما يبقاش الكلام كلام عام. تمام؟ طيب انا بس بتكلم في نقطه تانية دلوقتي. الشموع طبعا حضرتك بتقول ان هي بتديني هنت كده، ان الشمعه اللي جايه الشمعه دي بتديني هنت ان الاتجاه ممكن يتغير او حاجه زي كده. طيب بالنسبه للفوليوم مع الشمعه، هل الفوليوم لما يكون الشموع الفوليوم اللي تحت احمر او اخضر هل بتفرق؟ في ناس انا تقول لا ده ما بص، بتفرقش. ما يفرقش معايا الفوليوم اللي لونه احمر او لونه اخضر، انا اللي يهمني في فوليوم. الشمعة اللي انا بتكلم عليها دي في منطقه عرض، ممكن تكون خضراء وانعكاسيه للعلم، وممكن تكون حمراء تحت وانعكاسيه ايجابيه، هتكون هيتغير في الاتجاه للاتجاه الايجابي. اللي يهمني الفوليوم، حجم التنفيذ في المرحله دي كان ايه، والخناقه اللي موجوده، وبالاخر مين اللي انتصر. فبالتالي الكفه بقت في ايدين مين، البائع ولا المشتري؟ ففكره اللي لونها الفوليوم لون اخضر او لون احمر، او الشمع لون احمر لون اخضر، ما تفرق. انت ممكن تشوف تحت هامر خضراء وتكون مكمله في الاتجاه الصاعد، تديك اشاره صعود، وممكن تكون هامر حمراء وبتديك اشاره صعود. فرقت معاك في حاجه؟ لا ما فرقتش. اللي فرق معاك شكل الشمعه اللي بتقول لك في ايجابيه هنا، في مشتري موجود وبيقول لك ان السمر.
لو انت رجعت الموبكو هتلاقي ان لما قلنا منطقه ال 47 جنيه و60 قرش، السهم هرب منها واداك رده فعل ايجابيه وبيديك شمعه ايجابيه، تديك اشاره ان المنطقه دي قويه والسهم ممكن يرد ويكمل. الكلام ده قلناه في اسكندريه تداول الحاويات نفس الفكره، فهي لسه كنت شمعه هقولها حالا لان انا فاتح الشرط قدامي. فالشمعه بتقول لك احنا قربنا من منطقه الطلب اللي انت حددتها فنيا ورسمتها، وبتقول انت نفسك بتقول ان دي منطقه قويه والسهم نزل وقام يديك رده فعل ايجابيه من عندها. معنى كده انه بيدعم تحليلك ولا لا؟ معنى كده انه بيقول لك خش اشتري ولا لا؟ هي دي الفكره، هي دي الفائده، الاداه المساعده اللي بتديك يعني اللي هو ايه؟ بتأيد قرارك سواء بالشراء او بالبيع. وصلت الفكره اللي انا اقصدها؟ وصل. آخر بس نقطة صغيرة بس نقطه الشمع. بس لحظه، الشمعه اتفضل. لازم تكون بتخدم على تحليلك، عشان كده انا بقول الشموع مكانها مهم. ممكن الشمعه تكون استمراريه، وممكن الشمعه تشوف شمعه هامر في النص كده في الزحمه تبقى شمعه استمراريه وملهاش لازمه. اهميه الشمعه في مكانها والفوليوم اللي عليها في المكان ده، عشان كده لازم تحليلك يكون انت حللته محدد منطقه طلب ومنطقه عرض مهمه واضحه جدا على فريمات كبيره، وبالتالي بتحترم المنطقه دي. فانا لو رحت لل 34000 على المؤشر ولقيت شمعه شوتنج ستار جباره، اقول ايه؟ اخاف طبعا واطلع اجري، ولا كلامي غلط؟ لو طبعا شفت شمعه انا شرائيه قويه جدا على فوق مستويات ال 30000 نقطه دلوقتي، هقول ايه؟ لا انا مكمل، ده في مشتري ده دخل اختراق فوق بالظبط. حلو. ده اللي احنا بنقوله. فده اهميه الشمعه. السؤال حلو الحلقه قوي. الجاي بالنسبه للشمعه اللي في منطقه بيعيه في البيك مثلا، هل الشمعه دي بالويك بتاعها بالديل بتاعها اللي موجود؟ في ناس تقول حجم الشمعه بالنسبه للديل ممكن يدي اللي هو ايه، يعني يديك حق اذا كان الشمعه تصريفيه بامتياز ولا لا. يعني لو حجم الشمعه بالنسبه للديل فوق ال 61 فيبو مثلا، لا ده خلاص انت كده ممكن تكون في امان شويه. لكن لما يكون الديل طويل قوي والشمعه صغيره، ده بيدي يعني زي شوتينج ستار، صح؟ الشمعة طالما تلتين منها ديل، دي مقلقة بشكل كبير أوي. تمام. اوكي تمام. في شموع تانية بتبقى عاملة زي الدوجي بس مش دوجي، بيبقى جسم الشمعة كبير شوية وديل كبير من فوق وديل كبير من تحت، يعني أعلى سعر كان بعيد وأقل سعر كان بعيد، وسعر الفتح والإغلاق قريبين من بعض بس في جسم للشمع، ودي بيبقى عليها فوليوم قوي جدا. الشمعة دي بتبقى أيضا ساعات بتكون شرائية أو بيعية على حسب مكانها، لانها بينطبق عليها الشموع الانعكاسي بيسموها كوما مش دوجي، بيبقى اسمها الدوجي كوما بيبقى ملهاش جسم تقريبا، الدوجي او بتبقى لها جسم صغيرة. قليل قوي. اعتقد بيسموها الدراجون فلاي تقريبا، حاجة زي كده. ممكن هي المسمى بتاعها العلم كوما، ولها اسماء كتيره قوي قوي. تمام. والدوجي اكتر من نوع للعلم، في دوجي بيبقى سعر الفتح هو سعر الاغلاق، وبيكون اعلى سعر للشمعه هو فوق. وصلت الفكره؟ يعني ما بيكونش فيه ديل تحت، يبقى سعر يعني الفتح وسعر الاغلاق. الكوما شمعة انعكاسية الشمعة ولا انعكاسية وبيبقى تأثيرها أكثر قوة لما بيكون الديل بتاعها سواء أعلى سعر وأقل سعر بيكون كبار جدا، وبيكون الجسم بتاع الشمعة كبير إلى حد ما عن الدوجي. وصلت الفكرة؟ هبقى أرسلها لكم على الجروب برضه أوضحها. ودي بتبقى شمعة تمام انعكاسية أيضا. في حد تمام عنده سؤال تاني؟ شكرا يا دكتور. العفو عليك. استاذ علي، انا كنت شارف في ليسكو والجوهره، فكنت بعمل وقف الخساره مش الكتروني، يعني انا اللي بعمل وقف خساره. حلو، فالجوهره بس لازم نزل، تبقى متابع مع السهم. ما انا ما لحقتش، الجوهره نزل، فانا كنت هوقف وقف الخساره، راح طالع تاني، رحت قلت كويس ان انا ما عملتش وقف الكتروني. ليسكو بقى عملها تمام. معايا ونزل. انا ليسكو في تحديث، وانا السهم لازم تشوف التحديث لان التحديث مهم وبيوريك نقطه، لكن انا شايف ليسكو عنده وقف خساره عند 21 جنيه، ما ينفعش تتعاون معاه. تمام. انا معاك، بس في نقطة بس وقف الخسارة الالكتروني واليدوي، في الليسكو يعني في الخسارة في 21 الاولاني جنيه انا قلت كويس ان انا ما عملتوش، وتاني لحظه مرة بس، قلت يا ريتني عملت. ليسكو تحط وقف الخساره الكتروني عند 21 جنيه، لان ده لو كسر مش هيبقى فيه رد زي التاني. وصلت الفكره؟ وبعد كده تلتزم بوقف الخساره، سواء تحطه الكتروني غير الكتروني لازم تكون ملتزم بيه، يعني لو ما حطيتش الكتروني لازم تكون واقف عند السهم وتفعل وقف الخساره. فاكتب لي بقى عز الجوهره على الجروب عشان ابص عليه عشان ما انساهوش. تمام.
طب يا استاذ علي، لو مثلا وقف الخساره دوت مش بيبقى معروف مثلا عند اللي هم اللي بيلعبوا في السوق مثلا، فهل انا انزل تحتيه بشويه عشان هم ما يكسروهوش؟ في بعض الناس بتنزل 1% تحت منه. عشان هي حصلت معايا في التوكيلات الملاحيه قبل كده. هنا ما بيبقاش وقف خسارة قد ما بيكون تصحيح مش مكتمل، فممكن يتسع شوية، وده اللي انا بشايفه دلوقتي على ابو قير. يمكن انا ابو قير لو انت شفت سهم ابو قير هو هينزل في الساعة تقريبا 6، انا ما حددتش وقف الخسارة قوي لانه ممكن ينزل يعمل دلو ويكمل. لكن شايف ان ابو قير لو كسر القناة السعبية الهابطة وبعنف اقلق منه، لكن ممكن يكسر بديل سمعة ويطلع يكمل، ده حاجة، ولكن الكلاسيكو حاجة، وده اللي احنا عايزين نفرق بيه. وممكن نبقى نعمل درس تعليم صغير عن وقف الخسارة، وامتى اكون مرن معاه وامتى اكون صارم معاه، تمام، بحيث ان احنا ما يحصلش عندنا اللخبطة اللي انت فيها حاليا. في سؤال تاني استاذ احمد؟ شكرا لك يا استاذ علي، شكرا. طيب يا جماعة معلش احنا نكتفي بكده عشان نروح نصلي العصر، وإن شاء الله ممكن نبقى نعمل محادثة تانية في موضوع جديد. شكرا لكم كلكم ومع السلامة. شكرا.